اعرض صوتيه اذا جت صوتيه صح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشلونكم؟ عساكم طيبين. وشلونك يا عيفان؟ والى الامام يا بطل، ونبي منك الكثير والجديد، انت واخوياك. الله يوفق. الله يجزاك خير. اول شيء مرحبا ومسهلا مليون بذا الصوت يا ابو عيفان، وابشرك انا طيب وبخير. دام انت ابوي ودام انت سندي ودام اني امشي على توجيهاتك، ابشرك اني من علو العلو واني طيب وبخير. ودام الصوت ذا حي واسمعه ويوجهني ويملي علي، فانا طيب وبخير، وجعلني ما خلا منك تاج راسي. الله يمسك بالنور ومن على المبادره الطيبه. العفو العفو، انا طيب ولا اجي منك لطيب. جعلك تسلم. لكن صوت العود مثل ما يحبها الرجال والله اني احبه. يعني كلنا نحبه يا ابو مناح. اليوم جاء جاري في الرياض هنا طال عمرك، وشفت المعامله بينه وبين ولده، ما هو بيعامله كولد، كرفيق. وشفت الثقه ذي فيه، هذه اتمناها ان الرجال يحذون حذوه، يعطي ولده الثقه. ترى هذه نوع من انواع التربيه ونوع ناجح جدا. نعم من الثقه. يعطي ولده الثقه. حق. وابو سويد قد الثقه. جعل عمرك طويل. جعل عمره طويل. عندي اعداد اعداد عاد مطر يطلب انه يسمع الصوت مره ثانيه لانه ما اقدر اسمع. سموح. والله يا ابو ناقي يقولون الوقت ما معنا، لكن تحت البث لك مني وعد، انت اسمع. حق. اول شيء انا والله اني ودي اني اسمع ملخص ابو عفان. ابو عفان ابونا كلنا. عز الله. جانا في الرياض والله العظيم اني ما عديت الا ابو واخو ورفيق. رحت انا وياه حتى سحبنا على العود هذا، خلاص تركناه، صرت انا وياه، رحنا انا وياه وجينا انا وياه والخاطر السمح والوناسه انا وياه وحمود. وانا من هالمنبر اقول له طلبه يا ابوي انك تجينا، لاني شاف قال على سوالف معه وجلست معه تسوى الدنيا وما فيها. والله اني اقولها صادق. الله يطول عمرك ويسلمك ابو ناجي. عفان وابو عفان وعيال عم عفان مكسب الله الدنيا. الله يطول عمرك. والله اني اقولها صادق. كنت واحد منه. والله العظيم اني اقولها صادق. يعني ما خلا منك يا حبيبي. ما لقيت منهم الكلام الطيب وكلام الذرب، هم اهله، ما هي بغريبه، هم اهله. الله يطول عمرك. والله يطول عمره على الصحه والعافيه. ولا عليك زود ابو ناجي. يستاهلون ويستاهل. الله يبين وجهك ومبادره تحسب لك، ولا هي بغريبة عليك. جعلك تسلم. ذمتي اني صادق. جعلك تسلم يا ابو سويد. طيب، توقع ما الاسم الجاي الحين؟